خلينا نحكي كاريس خط السياسه أيه. اصلا وش مدخلني فيها المعامع اصلا وشو انا ابريتو وجيبك الدومين هذا لاني من عائله سياسيه لا عنا في تقاليد العائليه لاني من بالعكس في تقاليدكم مبعد على السياسه لانه عسكريه 100% ديسيبلين بالضبط. كنت نقرا في المعهد النموذجي بتونس مروح في المترو رقم 4 لابس طبليتي نقرا بالطبليه احنا معايا زوج زملاء يقرا معايا في الليسي نضحكوا في المترو دار لي بوليس قال لي نقص بالضحك ما فهمتش خيب فضلك وانا عندي احترام كبير للزي يعني الوالد عسكري غزرت وقلت له الضحك ممنوع سرفقني بكف بكل وقح وبكل بساطه اخذت خط الضحك ممنوع غزرت الواقع قلت له الضحك ممنوع انا كذبش عليك وقتها رجعت الكف وكلت ريحه في المترو ودقدقت صار اللي صار بعدها لكن ثم سؤال هبلني يعني عائلتي كحاولوا المستحيل باش يكون بعيد على الشيء هذا يحطوني في القطن ما نشوف الشيء هذا الكل علاش بوليس قادر يعتدي على مواطن ظلما علاش قادر يقهره لمجرد انه لابس زي كما ايش بابا كولونيل انا وقتها نتعديت مخدرات وقالها لي قال لي اليوم تقعد على دبوزة ما هذا البلد اللي نعيش فيه علاش هك ما هذا الظلم هدف متاعي سيدي لو كان بعد 30 سنة خدمة وبلوغينج وسياسة وتشويه وسب ومشاكل نوصل انه نضمن انه ولدي لما يمشي في المترو مستحيل يظلم بوليس نكون ما ضيعتش حياتي هباء.